اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عافيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. عندما ياتيني الاباء يشكون وقف حال البنات، فقد وصفت لهم دواء رباني استعمله الكثير وتزوجت البنات ببركة الله. هذا الدواء يتلخص فيما يلي: اذا كانت ليلة الجمعة واذا كان وقت السحر وهو ثلث الليل الاخير اي قبل الفجر بثلاث ساعات، وهو الوقت الذي اجل يعقوب فيه الاستغفار حتى يأتي وقت السحر، عندما قال له ابناؤه: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا الا كنا خاطئين، قال: سوف استغفر لكم ربي. انما قال سوف ولم يستغفر على الفور، لانه اجل الاستغفار الى ثلث الليل الاخير. ولماذا ثلث الليل الاخير؟ لان الله ينادي في عليائه وكبريائه في ثلث الليل الاخير ويقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. اذا كان ثلث الليل الاخير وفي ليلة الجمعة الليلة الزهراء التي يسمع النبي فيها الدعاء بنفسه، فقم وصل ركعتين بنية قضاء الحاجة. النية محلها القلب، واجعل نيتك قضاء حاجتك، وحاجتك هي ان يزوج الله بناتك بالصالحين بالصالحين. فإذا ما سلمت التسليمتين بعد الفراغ من صلاة الركعتين، والركعتان عاديتان تقرأ بهما بالفاتحة وسورة بعد الفاتحة، أي سورة، توجه إلى الله بعد ذلك وقل هذا الذكر الذي علمناه رسول الله: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة، فاقرأه ليقضي الله حاجتك. وهناك شيء آخر أو دواء آخر: إذا كانت ليلة الجمعة وأردت أن يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين، فاقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك 314 مرة. لماذا؟ لعدد المجاهدين يوم بدر مع رسول الله. وكلما قرأتها 10 مرات فقل: اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء. اذا ما قرأتها كل 10 مرات وهي 314 مرة تدعو بهذا الدعاء: اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، هذا ذكر جرته انا، ففتح الله الباب بعدما اغلق الباب بالمزاليج والمصاريع. فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الدواء
ففيه الغذاء والشفاء، لأنه من الملك صاحب العظمة والكبرياء. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.